نفس المبدأ، بس حدنا قدر نوصلها. الحدود مسدودة لو مفتوحة، هاي الوادم جاي الطرب وجاي تحت الوادم، وهذا الوباء راح يجينا. مو معقولة ما حد جاي يخاف على روحه، مو معقولة العراق راح ينتهي. يا بعودين المن الناشد ويا من نسولف المن نحكي، المطارس خلوا مفتوح، العراق اللي يريد يجي يتخليه حجرة فد 14 يوم، ليش تخليه يفتر؟ وإذا كان ابن ولايتنا وإذا كان عراقي نظل جاميل، لكن وادم راح تموت نحن الشيطان. لكن يوم هذا بالبصرة مو بغى يفتر وحد الواديم، ما عندكم تحجروا، ما عندكم مستشفى، كاش عندكم؟ لكن وادم راح تموت وباء، لك هذا وباء، لك دمرتونا، هم انتو هم الوباء، هسه على غير واحدة منهن، لك كتلتوا الشعب اللي من وراكم، يا أحزاب، يا ما فيكم حظ، يا فاشلين، وين مدير الصحة؟ وين وزير الصحة؟ من المسؤول على هالوادم اللي راح تموت هسه؟ اللي يجي، لك عم اللي يجي، أحس 14 يوم، ما في شيء، خليه يروح لأهله، لك مو معقول إذا تقتلون الوادم، عاش العراق!